الأستاذ طارق العواضي المحامي بالنقد وعضو لجنة العفو والرئاسي معايا دلوقتي على التليفون. مساء الخير يا أستاذ طارق. مساء الخير يا دكتور عمرو. أهلا بحضرتك أستاذ طارق. هل ما جاء في هذا البيان الأسماء الـ 33 تم الإفراج عنهم بالفعل من النيابة؟ تم الإفراج عنهم بالفعل، وصلوا بيتهم 33، تم الإفراج عنهم بالفعل من بوابة السجن، يعني تسلمتهم أسرهم أمام بوابة السجون المختلفة سواء في بدر أو في القناطر أو في أبو زعبل، ووصلوا بيتهم بالفعل جميعا. طبعا يعني دي دفعة تعتبر يعني كبيرة نسبيا مقارنة بدفعات سابقة، ولا رؤيتك لها إيه؟ لا أنا بعتبرها دفعة يعني عادية مش كبيرة ولا حاجة، يعني لا في عندنا دفعات أكبر من كده، وصلت لـ70 و60 في عدد من الدفعات. احنا يعني في أيام كريمة في شهر شعبان وداخلين على رمضان وبعد العيد إن شاء الله بنعد الناس وبنعد أهالي كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي، إن في تسارع في وتيرة العفو والإفراج في الأيام القادمة بإذن الله، وإن شاء الله يعني كل البيوت اللي عندها رائد محبوس بسبب إنه قال رأيه أو يعني ارتكب أي من جريمة من قضايا الرأي اللي تشملها لجنة العفو الرئاسي إن شاء الله يبقى موجود في رمضان على مائدة الإفطار معاهم بإذن الله، وننتهي من الملف دوت بقى ونخلص بسرعة ونحل لجنة العفو الرئاسي. ولكن يعني أفهم من كلامك أستاذ طارق يعني أنكم في لجنة العفو الرئاسي بتعملوا الآن على خروج دفعات يعني جديدة خلال الفترة المقبلة. احنا بنعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة على خروج دفعات مستمرة إلى أن ينتهي هذا الملف تماما. يعني لجنة العفو هي لجنة مؤقتة بطبيعتها، مهمتها بحث كل ملفات المحبوسين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا في قضايا تتسم بأنها ذات صبغة سياسية، بنفرز منهم يعني كل من اعتبرناه محبوسا او محكوما عليه في قضيه راي، وتوسعنا زي ما قلنا مع سيادتك في مداخله قبل كده، توسعنا جدا في مفهوم قضايا الراي، فاصبحت تشمل نشر اخبار الكاذبه واهانه الموظف العام والتظاهر بدون ترخيص ولقطات الاحتجاجيه والتجمهر، كل ذلك يعني احنا حتى لما جينا نعمل المعايير عملنا المعايير السلبيه، وهي انه كل من لم يرتكب يستحق العفو، كل من لم يرتكب جرائم عنف او جرائم دم او التحريض على اي منهما يخضع للجنه العفو الرئاسي ومحل نظر وتقييم. نعم. وبالتالي اللجنه بتشتغل على مدار الساعه، مش بمناسبه قائمه بعينها، لكن اللجنه شغاله بشكل مستمر الى ان ينتهي هذا الملف تماما ويخرج اخر سجين راي من السجون باذن الله. طيب استاذ طارق، يمكن استثمر وجود حضرتك معايا النهارده. عقدت لجنه حقوق الانسان في الامم المتحده المعنيه بالعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه، عقدت الجلسه الاولى لمناقشه تقرير مصر الدوري الخامس. الجلسه كانت في طبعا في جنيف. التقرير مصر قدمته في نوفمبر 2019، وكان الوفد زي ما حضراتكم شايفين في الصورة الآن برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، اللي قال بيانه الافتتاحي أمام هذه اللجنة وعرض أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق، وأيضا في البيان نفسه عرض الجهود اللي تلت إعداد التقرير خلال السنوات الأخيرة وحتى جلسة استعراضه في مجالات أبرزها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، ده حسب البيان اللي قدامي، في جميع الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد، ورعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير في منظومة السجون وغيرها. أستاذ طارق، يعني هل في ظل هذه التطورات، في ظل هذا التطور الأخير حتى فيما يتعلق بالدفعات التي تم الإفراج عنها من المحبوسين احتياطيا، مسألة تعرض مصر لانتقادات في ملف حقوق الإنسان ستأخذ شكلا آخر أو ستهدأ هذه الضجة المثارة دائما؟ طيب هو بس احنا يعني في 2019 كان في كم من الملاحظات على ملف حقوق الانسان في مصر، ويمكن الدوله المصريه في هذا التوقيت اقرت بعدد كبير من هذه الملاحظات ووعدت بانها تعمل على حلها، وبالفعل اتخذت الدوله مجموعه من الاجراءات بعد في السنوات اللاحقه
ل 2019، كان اهمها وسائل العمل بقانون الطوارئ، اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، الاعلان عن مبادره الحوار الوطني، اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي، واللي ترجم بالفعل لخروج مئات من المحبوسين والمحكوم، ايضا عدد كبير من المحكوم عليهم. الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة تقريبا اللي يعني أقرت أن لديها مشاكل في مسألة حقوق الإنسان، ودوت تراث موجود من يعني عقود سابقة، وكان عندنا ظرف استثنائي مصر بتمر بيه في الفترة من 2013 حتى 2020 تقريبا، وهو اللي أنا كنا في مواجهة يعني على كل المستويات مع الإرهاب، وحجم من التحديات سواء في الداخل أو في الخارج قابل الدولة المصرية، كان ده بالضرورة كان يستدعي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية والتوسع في حالة الاشتباه، فنتج عنه هذه الحالة اللي عملت حالة من التوتر في الداخل المصري. لما الدولة أعلنت أنها انتصرت على الإرهاب في هذه المعركة الشريفة اللي يعني راح فيها مئات من شهداء من أبناء الجيش والشرطة والمواطنين كمان، فكان لازم الدولة تبدأ تفكر في مسألة حقوق الإنسان، فأقرت الدولة مجموعة من الإجراءات. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا قلنا إن إحنا عندنا مشاكل، وإن إحنا أدركنا بوعي كبير جدا هذه المشاكل، ووضعنا حلول لحل هذه المشاكل، ونسير في الطريق لحل هذه المشاكل بالفعل، واتخذنا مجموعة من الإجراءات العملية بالفعل. لكن برضو وأنا بحل مشاكلي أنا بحلها بالطريقة التي تتوافق مع واقعي الاجتماعي والسياسي ومع حجم التحديات اللي انا بواجهها، مش وفق رؤيه خارجيه. هو في النهايه زي ما بيقول ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، ففي النهايه انا بحل مشاكلي وفقا لواقعي، وفقا لحجم التحديات اللي قدامي، وفقا للمعطيات اللي بلاقيها. وعشان كده احنا شفنا يعني في المرحله الاخيره دي النهارده بقى لنا 10 شهور تقريبا لجنه العفو الرئاسي موجوده، وخرجنا اكثر من 1300 تقريبا حتى هذا اليوم، وان شاء الله باكتمال السنه في يعني في رمضان المقبل باذن الله هنكون تجاوزنا هذا العدد بمئات باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ طارق العوضي المحامي وعضو لجنه العفو الرئاسي.